ولنقاش ينضم إلينا من الشمال السوري الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية السيد كينو جابرييل. أهلا بك معنا سيد كينو. أهلا وسهلا بكم. أهلا بحضرتك. ما زلتم كقوات سوريا الديمقراطية ماضين في القضاء على بؤر تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، لو تطلعنا أكثر على تفاصيل أو سيرورة وتطورات حملة عاصفة الجزيرة مؤخرا سيد كينو. طبعا العمليات العسكرية في حملة عاصفة الجزيرة بعد استئنافها في بداية هذا الشهر مستمرة. تمكنت قواتنا كما هو معلوم من السيطرة على قرية باغوس تحتاني وتأمين المنطقة الواقعة على الحدود العراقية السورية، وبهذا الشكل أصبحت قوات داعش محاصرة بشكل كامل في الريف أو في ضفة الفرات الشمالية. على هذا الأساس العمليات هناك مستمرة حيث تم تأمين النقاط الدفاعية لقواتنا في قرية باغوس التحتاني والعمل على تحرير مناطق أخرى سواء كانت مزارع أو تلال في المناطق المحيطة بها، بينما تستمر الاشتباكات والعمليات العسكرية المحدودة والصغيرة في مناطق مختلفة من نقاط سيطرة داعش في حوض نهر الفرات. من الناحية الأخرى تستمر التحضيرات والتجهيزات للعمليات العسكرية التي نحن بصدد القيام بها في وقت قريب في المنطقة الشمالية في منطقة الدشيشة تحديدا ومنطقة الحدود العراقية السورية، وهي بمعظمها منطقة صحراوية خالية تحوي حوالي 25 إلى 30 قرية صغيرة متناثرة في الريف الجنوبي لمحافظة الحسكة. على هذا الأساس معظم الأعمال تقوم بها حاليا هي تحضيرات للأعمال العسكرية التي سوف تجري في المستقبل القريب أمامنا. نعم سيد كينو، يعني بعد استئناف هذه الحملة منذ مطلع الشهر الجاري قمتم بتحرير العديد من المناطق ومؤخرا قرية الباغوس بالريف الشرقي لدير الزور، والتي تواردت حقيقة أنباء حول أن القوات الفرنسية نشرت بطاريات 6 مدافع فيها. بداية، ما مدى دقة هذه المعلومات؟ وإذا كانت كذلك، إذا كانت صحيحة طبعا، فما الغاية منها الآن نشر هذه البطاريات والتنظيم يعني كما يقال يلفظ أنفاسه الأخيرة؟ طبعا ليس هذا بأمر مستغرب، لا يمكن تأكيده أو نفيه بشكل مباشر، ولكن الدعم المقدم من التحالف الدولي لقوات سوريا الديمقراطية خاصة في أثناء العمليات العسكرية ومنها حملة عاصفة الجزيرة ليس بالأمر الجديد. أثناء حملة تحرير مدينة الرقة وريف الرقة تم استخدام العديد من الأسلحة الثقيلة بشكل أساسي من قبل قوات التحالف الدولي إلى جانب استخدام الهجمات الجوية أو القصف الجوي. فاليوم أيضا الحملة النهائية وحملة عاصفة الجزيرة هي الحملة النهائية لقوات سوريا الديمقراطية من أجل إنهاء داعش في كامل الشمال شرق سوريا. وعلى هذا الأساس ليس مستغربا أن يقوم التحالف بمختلف دوله بدعم العمليات العسكرية ضمن هذه الحملة من أجل ضمان القضاء الكامل على داعش في هذه المنطقة التي استفاد من الفترة السابقة التي كانت الحملة متوقفة خلالها من أجل تدعيم قواته وإعادة تنظيم نفسه وتدعيم نقاطه الدفاعية. إذن هذه العمليات تأتي من يعني بقبيل الدعم الصاروخي أو الجوي من قبل القوات الفرنسية والأمريكية على حد سواء للتمهيد للهجوم البري الذي يعتمد بشكل أساسي على قوات سوريا الديمقراطية. أشكرك جزيل الشكر السيد كينو جابرييل الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية، كنت معنا مباشرة من الشمال السوري.